طبعا الصورة أنا شاهدتها داخل السجن عن طريق جريدة عبرية. الصورة يعني من كمية الجنود المتواجدة يعني بتبين إنه هم اللي كانوا خايفين مني مش أنا اللي خايف منهم. يعني لما أول ما مسكني جيش الإسرائيلي طبعا ما كنت أعرف عدد الجنود اللي كانوا موجودين في المكان، يعني ما توقعت هذا الكم يكون علي. طبعا كانت المسيرة تم قمعها من قبل جنود الاحتلال. بعد تواجد في تقريبا بعشر دقائق تم إطلاق عدد كبير من قنابل الصوت والغاز. مسكوني اعتدوا علي بالضرب. طبعا أول شيء لما مسكني الجيش أول شيء سواه إنه غمى عيناي. استمروا بالضرب. طبعا انهينا التحقيق الساعة 2:30 في الليل. انتقلنا من عصيون ثم على المستشفى داخل سجن أوفر. تجربة بتصير مع جميع أبناء الشعب الفلسطيني. طبعا أنا كنت أعرف إنه يعني مصير أي واحد بيمسك في المكان إنه الاعتقال، يعني فكنت أعرف إنه راح يصير معي حالة الاعتقال. طبعا من الضرب المبرح عندي كسور في منطقة الصدر، كان عندي خلع في منطقة الكتف بس مع الوقت صار أخف. طبعا الإشي اللي تعرضت له إنه هلا كخروج من خليل خروج صعب أو الخروج من فلسطين. هذه يعني حقيقة الإشي اللي صار يعني.